في فيديو النهارده هحط لك حد لمشكله تخبيط الغساله، وان شاء الله في اخر الفيديو النهارده تكون عرفت ايه المشكله اللي عندك وحلتها. هدي لك 6 اسباب رئيسيه مفيش غيرهم، يعني واحده منهم بس هي اللي هتكون موجوده عندك وهي اللي بتعمل اصوات في الغساله اثناء العصر او حتى بشكل عام، ولكن معظم المشاكل دايما بتحصل اثناء العصر. ممكن تلاقي الغساله بتترجرج، ممكن تلاقي الغساله بتعمل صوت خشن جدا او بتعمل صوت حكه جامد او بتعمل صوت تزييق جامد، او تلاقيها تتنقل من مكانها وبتمشي. فالمشكله دي بتتكرر كتير جدا وعطل شائع جدا، فانا هقول لك 6 اسباب ان شاء الله واحده منهم بس هي اللي تكون عندك، وهقول لك السبب وحله ايه، يعني هقول لك المشكله وازاي تحلها وتتعامل معاها ازاي، وان شاء الله فيديو هيكون مفيد جدا 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 ليك. اتمنى تتابع معايا، بس نفسي تعمل لايك لانه اللايك اكتر حاجه ممكن تدعمني بيها وتساعد الناس ان هي تشوف الفيديو، فمن فضلك اعمل لايك دلوقتي وكمل معايا الشرح. هخش على طول في الشرح ومش هطول عشان بس ما نطولش ويبقى الفيديو كده خفيف وسريع معاكم. هبدا معاكم بالمشكله الاقل انتشار للاكتر انتشار، فاهم حاجه في اخر حاجه، فخليك معايا وما تطلعش من الفيديو. اول حاجه ممكن تكون مشكله موجوده عندك ان الارض تكون مايله زي ما انتم شايفين كده، تلاقي الغساله مايله معاك يمين او شمال او قدام او ورا. الميلان ده وارد ان هو يحصل من الارض، ممكن تكون الارض عندك مايله انت تكون شايفها عدله، يعني انت تحس ان هي مظبوطه، ولكن لو الارض مايله ده يفرق معاك، وحتى لو ما عملتش معاك كده بعد فتره هيحصل كده في الغسالة وتلاقيها خبطت معاك وترجت. فانت جيب ميزان ميه وابدا حطه على الزاويتين بتوع الغساله وحاول تشوف. لو الغساله مش مظبوطه هقول لك دلوقتي ازاي تظبطها، ولكن لازم توزنها وتشوف هي مايله ولا مش مايله. يعني ممكن بالنظر كمان زي ما شايفين هنا، لو بصينا على الفاصل بتاع السيراميك هنلاقيها متوازيه معاه، فبالتالي هي مظبوطه. ولكن لو انت حسيت ان هي مايله من ناحيه نحاول نظبطها. ممكن تلاقيها بتترجرج، يعني تلاقي رجل مثلا واطيه فتلاقيها بتترج، يعني لو حركتها بايدك تلاقيها بتترج. ده غلط جدا، بتيجي هنا على الرجل، الرجل دي بتكون عباره عن حته كاوتشه وفيها مسمار، المسمار ده ينفع تعليه وتوطيه، فانت تفك الرجل شويه هتلاقيها اتظبطت في مكانها. الحاجه رقم 2 اللي برضو جايز تكون عندك وتكون موجوده في غسالتك عشان كده بتقعد تترجرج وتعمل اصوات عاليه وخشنه، انه ممكن تلاقي عندك الرمان البلي يكون بايظ. طيب نعرف ازاي ان رمان البلي بتاع الغساله بتاعنا بايظ وعايز يتغير؟ بص يا جماعه بكل بساطه، الحله بتاعه الغساله احنا هنمسك الجزء المعدن الداخلي ده بس، طبيعي الحله كلها تتحرك، احنا مالناش دعوه بالحله كلها، هنمسك الحته المعدن دي بس ونبدا نرفعها وننزلها لفوق ولتحت بشكل عمودي. مش هينفع ان احنا نحركها لجوه ولبره، لا لفوق ولتحت. لو لقينا فيها سنه بوش او سنه ان هي بتتحرك بسيط جدا، حتى لو بتتحرك ملالي يعني اللي هو نص سنتي مثلا، ففي الحاله دي بتكون هي كده عايزه بلي. ولو انت حابب ان احنا ان شاء الله نيجي نصلح لك غسالتك ونعمل لك ليها البلي، تواصل معانا على الرقم دوت وهنحل لك مشكلتك ان شاء الله. يعني ما علينا، بتلاقيها كمان بتعمل معاك صوت عالي كده، لو صوت خشن اذا هي برده عايزه بلي. لو بتلاقيها بتعمل صوت زي حاجات بتتكسر كده برده بتبقى عايزه بلي. في حكه بتحصل بتبقى عايزه بلي. كل الحاجات دي بتعرفك ان هي عايزه بلي وبيكون في رجه، واحيانا كمان تلاقي السير بيقع، ولكن دي مش في كل الحالات يعني، بس ساعات تلاقي السير بيقع. كل الحاجات دي بتعرفك ان الغساله عايزه بلي معاك. الحاجه رقم 3 اللي هنبدا نبص عليها، طبعا الحاجتين اللي فاتوا عرفنا حلهم ايه، الثانيه البلي ده لو انت عايز انا هسيب لك فيديو في الوصف بيشرح، لو عايزنا نجي لك نجي لك. الاولانيه نوزن الارض ونظبطها هتشتغل معاك. الحاجه رقم 3 اللي احنا بنعمل فيها دلوقتي، زي ما انتم شايفين الغساله عندنا هنا ساعات بيكون فيه تقل، بنسبه 90% من الغسالات بيكون فيه تقل من فوق من هنا زي كده. التقل ده يا جماعه برضو احيانا بيكون مسامير مفكوكه، والمسامير بتاعته لما بتكون مفكوكه هتلاقيه بيترجرج معاك كده لانه مش محبوك عليه كويس، زي ما انتم شايفين بيكون راكب كده على ال3 حاجات دول. وفي كمان هنا تقل تاني بيكون من تحت بيكون مفكوك احيانا زي كده، زي ما انتم شايفين كده دي غساله اهي، التقل ده كان مفكوك، التقل ده بيكون معمول من الاسمنت، فهو بيكون بس عشان يوزن الغساله. فزي ما انتم شايفين كده لما هو مفكوك طبعا او مساميره مفكوكه مع الوقت بدا يترجرج ويعمل رجرجه جامده في الغساله، كان بيخلي الغساله تكسر في الارض، فبالتالي طبعا باظ الجزء اللي هو بيبقى ماسكه او البلاستيك نفسه باظ. فالتقل اللي فوق اللي هنا او التقل اللي قدام تمام، في تقل كمان قدام هنا في الغساله، نتاكد ان هم مربوطين كويس لان ممكن يكونوا هم اللي عاملين الصوت وهم اللي بيرجرجوا عشان مفكوكين. فلو لقينا المشكله دي حلها ايه؟ حلها ان احنا نربط على المسامير كويس، نقرط على المسامير. ولو لقيت المسمار مربوط للاخر ومازال بيحصل نفس المشكله، تفك المسمار وتحط له اي ورده كبيره عشان لما تيجي تربط تاني يضغط على السكل ده في مكانه ويحبكه، فما يحصلش رجرجه وما يحصلش اهتزاز جامد، وبالتالي الصوت يروح خالص. دي المشكله الثالثه، دي برضو شائعة يعني ومنتشرة جدا، خليك معايا المشكلة اللي جاية لأنها مهمة جدا وهتلاقيها كتير جدا في الغسالات. زي ما شايفين كده يا جماعة هنا برضو
يعني قبل ما اقول لك على الحاجه المهمه جدا، هنا بيكون في ساعات مسمارين بلاستيك. المسمارين البلاستيك دولت بيكونوا اثناء ما الغساله جديده، الغساله لو انت لسه جايبها جديده، المسمارين او اربعه احيانا في ظهر الغساله بيكونوا ماسكين حله الغساله دي، عشان اثناء النقل ما تكونش الغساله دي ما تكونش الحله بتترجرج جامد او تتخبط، فالمسمارين المسامير دي لازم تفكها لو هي غسالتك جديده. ولو انت بتنقل من مكان لمكان برضو يفضل تركب المسامير دي عشان ما تبوظش الحله. الحاجه الخامسه المهمه جدا جدا برضو مهمه قوي، السوسه دي اللي بتكون شايله الحله. السوسه دي وارد انك تكون بتنقل مثلا وتكون فلتت، فبالتالي ممكن تفك تلاقيها مفلوته وتلاقي الحله واقعه كده من ناحيه، فبالتالي تبدا تركب السوسته، او تلاقي السوسته مقطومه فبالتالي تفكها وتجيب غيرها. وكمان يعني حاجه مهمه جدا، يعني المساعدين بتاعه الغساله، المساعدين دي بتكون تحت كده في الغساله زي ما انتم شايفين. المساعدين دي بتكون برضو ليها دور كبير جدا في ان هي يعني توزن الحله، ما تخليش الحله تخبط وترجرج منك. بتفك المساعد ده من هنا بالبنز ده، بتفكه وترجع المسمار ده لورا، بتلاقي المساعد اتفك، بتبدا تجربه زي ما انتم شايفين كده. لو لقيته تقيل معاك وبتحرك بتقل كده، اذا المساعد شغال معاك. لو خفيف بتبدا تشيله وتبدا تغيره، وكذلك الامر بتغير المساعد اللي هو في الجنب الثاني، يعني هما بيكونوا اثنين، بنبدا نغير المساعدين الاثنين، بنبدا نفك مسامرهم ونغيرهم. دولت كانوا ست حاجات بكل بساطة بيعملوا الهزة في الغسالة. طبعا المساعدين الحاجات دي بتتجاب منين؟ بنجيبها من وسط البلد، من شارع اسمه شارع كلود بيك، ده لو انت في مصر. لو انت في اي مكان تاني او اي في محافظة تاني في مصر مثلا وبعيد عنك، بتجيبه من عند الناس اللي بتبيع قطع غيار، اجهزة كهربائية او اجهزة منزلية، بتاخد الحاجة القديمة تجيب زيها. فدول ست مشاكل بساط جدا، لا مش بساط، هما شائعين ومنتشرين جدا في الغسالات بتاعتنا. اتمنى نكون عرفنا نفيدكم. اول مشكله قلنا عليها اللي هي التوازن بتاع الارض، مهم جدا، لذلك بتلاقي في غسالات جايه فيها زي ميزان ميه في سطح الغساله من فوق، ده الاهميه ان هي تكون موزونه، عشان بس ما يجيش حد يقول لك لا عادي، لازم يكون الغساله موزونه ما تكونش مايله. الحاجه الثانيه اتكلمنا عليها زي ما شفنا مع بعض في الفيديو، الرمان البلي، لو رمان البلي عندك فيه مشكله الرقم الثاني قدامك اهو على الشاشه، لو انت هتعرف تفك وتركب انا هسيب لك فيديو في الوصف لطريقه تغيير رمان البلي. على فكره احنا بنغير رمان البلي حتى للحلل اللي مش اللي هي بتكون عايزه تتشق، الحمد لله يعني بفضل الله شغالين كتير جدا، وفي ناس كتير جدا منكم بتكلمنا عشان نحلها المشكله دي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى اكون عرفنا نفيدكم، حتى لو مش هتعرف تحل المشكله بايدك على الاقل تكون انت عندك خلفيه وعارف المشكله عندك ايه. اتمنى الاشتراك واللايك لانه مهم جدا، والشير، وسيب تعليق جميل جدا زيك كده. اشوفكم الفيديو اللي جاي، مع الف سلامه.